السوسيس هنعمله باللحمة، لحمة، بابريكا، ملح وفلفل، مستردة، ثوم مفروم، كزبرة ناعمة مفرومة مجففة، معلقة زيت، معلقة دقيق، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة جوزة الطيب. اللي ما عندوش قرفة وجوزة الطيب ممكن يحط 7 بهارات أو بهارات لحمة. وعندي مية بتغلي، وبرضو المية اللي بتغلي دي أقدر أحط فيها أي حاجة. أنا سايبة شوية لورا تحت علشان أعملهم. بتقولي إيه يا رضوى عن التونة؟ أنا قلت عن التونة اللي حصل فينا في التونة. لا، قلت الحادثة اللي حصلت لوصفة التونة. أدي اللورا وأدي الملح. في حد هيقول لي دلوقتي كده وانا بحط الملح والفلفل واللورا وشويه المنكهات دي في الميه، هيقول لي طب ما هي الميه مش هتوصل الطعم لللانشون او للسوسيس، لانه احنا اساسا حاطينه في بلاستيك وحاطينه فويل. لا، الريحه والطعم بيوصلوا. اوكي، طيب هحط بقى كل المقادير على بعضها الاول، وبعدين اروح عند الكبه. هحطها على اللحمه كلها الاول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملح، فلفل، كزبره، بابريكا، قرفه، جوزه الطيب، مستارده، ثوم، زيت، معلقه دقيق، وهروح على الكبه. بصوا بقى يا جماعه، احنا بيجي لنا اسئله كتير جدا واستفسارات كتير جدا انه الحاجه اللي احنا بنعملها في البيت مش شكل ولا طعم الحاجه اللي احنا بنجيبها من بره 100%، يعني في اختلاف. لا، هو طبعا في اختلاف وهيفضل في اختلاف طول العمر. ليه؟ لان الحاجه اللي احنا بنعملها في البيت ما بتتعملش بالمكن وبالمعدات اللي بتدي القوام والشكل بتاع الحاجة زي برة، زي المصنع. وهرجع أقول مليون مرة، المواد الحافظة ومكسبات الرائحة والطعم واللون، تلاتة، مكسبات رائحة وطعم ولون والمواد الحافظة والباكينج نفسه اللي بيتحط فيه الحاجات سواء كان علب أو كده، بيدي طعم وريحة للأكل. ف عمرنا ما هنطلع نفسه، لكن اللي احنا بنطلعه هو قريب ليه. رقم واحد، رقم اتنين، هو صحي ومضمون لانه ما فيهوش المواد الحافظه ولا مكسبات الرائحه واللون والطعم، ودي حاجات كترها مضر، وفي ناس عندها حساسيه منها حتى لو كميه قليله مش كتير. وفي دلوقتي ابحاث وحاجات اتعملت على الامراض اللي ظهرت بتاعه السلوكيات الاطفال اللي زي الاي دي اتش دي والاوتيزم وكده، بيقولوا ان الاكل له عامل كبير فيها، بالذات السكريات ومكسبات الرائحه والطعم واللون والمواد الحافظه. فاحنا بنحاول نقرب، لكن عمرنا ما هنعمل ده 100% زي المصنع، مستحيل مستحيل، عشان بس نبقى واضحين. هضرب ده واخد عفاف. يا عفاف يا عفاف. الو، وادي الكبه. ايوه يا عفاف. الو، ازيك يا عفاف؟ يا حبيبتي، ازيك يا اميره؟ الحمد لله حبيبتي، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا اميره، امورين. عملتي طعميه، كان عملتها بكل التفاصيل اللي قلتيها لي بالظبط. تمام. بس الكبه كانت عندي باظت شويه فعملتها في الخلاط. طيب. فطبعا اضطريت احط لها شويه ميه. فسيلت. فطبعا جيت اقليها لقيتها ايه، فرشت كلها طبعا في الطاسه. فايه علاجها؟ فانا هقفل واسمعك من التلفزيون. حاضر، عينيا. علاجها بسيط جدا، دقيق، ونحط دقيق لحد ما تربط معانا، ونشكل الطعميه ونديها السمسم والكزبره، ونرفعها في الفريزر تمسك شويه، ونقليها وهي متجمده. نقول تاني، هنجيب احنا طبعا حتى لو ما كناش زودنا ميه وضربنا الطعميه بتاعتنا في الخلاط، الخلاط بيسيلها اكتر من الكبه. ف
فكانت هتسيل هتسيل، فاللي هيحصل ان انا هحطها في بوله وانزل عليها دقيق وافضل الم فيها بالدقيق لحد ما تلم معايا، هشكلها، هحط لها كزبره وسمسم وهرفعها في الفريزر واجمدها واقليها وهي متجمده، مش هتفرش معاكي ان شاء الله. يلا نشغل بقى. طبعا انتوا واخدين بالكم ان هو بدأ ينعم، لكن انا هرجع تاني واقول في الاصناف دي بالذات انا بحب انعم الحاجة دي قوي زيادة عن اللزوم علشان استعوض عن الجيلاتين وكمية الدهون العالية اللي المفروض احطها، وعشان اوصل لاكبر قدر ممكن من القوام وبالتالي الطعم بتاع برة. طيب هل انا لو حطيت دهون او لو حطيت جيلاتين او لو حطيت لون طعام او لو حطيت شويه يعني اضافات كده علشان اقرب شويه الطعم واللون والشكل اللي الولاد متعودين عليه، غلط؟ لا مش غلط خالص، بس انا ما حبيتش اعمل كده لاكتر من سبب. اولا عشان ابقى بس بشتغل يعني باقل الامكانيات الممكنه بحاجات متوفره في البيت بدل ما ننزل نشتري، لكن لو احنا اصلا عندنا او ناويين ان احنا ننزل نشتري يبقى اوكي مفيش مشكله، هتعملوها بنفس الطريقه بنفس التكنيك بنفس الاضافات، مش هتخسر حاجه. عايزين تحطوا جبنه نستو حطوا، عايزين تحطوا جيلاتين اوكي، عايزين تحطوا شويه لون طعام ماشي، عايزين تستعيدوا عند لون الطعام بشويه من البنجر المسلوق علشان يعني يبقى صحي اوكي. ادي السوسيس ونبتدي بقى ايه حسب طبعا احنا عايزين نعمل انهي حجم، فاحنا ممكن نعمل مثلا هنا الحجم الكبير ونعمل هنا الحجم الصغير. الميه حطينا فيها ملح وفلفل ولورا، وممكن نحط اي اضافات تانية. وهنا حطينا لحمه وحطينا ملح وفلفل وحطينا قرفه وجوزة الطيب بابريكا. هقرا بقيه المكونات. حطينا 3/4 كيلو من اللحمه المفرومه، بابريكا وملح وفلفل ومستارده وتوم مفروم وكزبره ناعمه جافه يعني، ومعلقه زيت ومعلقه دقيق وقرفه وجوزة الطيب، وقلنا القرفه وجوزة الطيب ممكن يبقوا 7 بهارات او بهارات لحمه. الميه هنا فيها ملح وفلفل ولورا، وفيها اللانشون اللي احنا جهزناه اللي المفروض بقى نقلبه دلوقتي علشان ايه ياخد نفس الحراره من كل الاتجاهات. لو بصيتوا هتلاقوا هنا الناحيه دي بدات اهي تمسك نفسها وتجمد عن الناحيه دي لسه طريه اوكي، بدا يخش في السوى. الناحيه الثانيه الميه دي فيها ملح وفلفل ولورا، هنا اللي هننزل فيها بقى احنا السوسيس. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى. لازم اطلع الاول الهواء كله واتاكد ان انا، بصوا بايدي كده اهو بطلع الهواء، لو سامعين حتى صوته هتحسوا ان الهواء طالع من الكيس. وبعدين ابتدي بلف عكس عكاس، هنا يمين هنا شمال علشان اطلع الهواء واحكم كمان الهواء اصله ايه هيخلي السوسيس يفصل عن بعضه، انا عايزاه يبقى ماسك نفسه اهو. انا اهو ساكته اهو، اهو ما بفركش ما بفركش اهو، بعد الشر عني بعد الشر عني بعد الشر عني، ان شاء الله اللي يكرهني الملف السعد والله العظيم اهو انا واقفه اهو، بصوا واقفه في مكاني ازاي اهو، بشتغل اهو بالراحه خالص عشان انا اصلا هاديه هاديه وناديه اهو اهو
الحجم والسمك اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص. وبعدين هقوم جايبه ورق الفويل وحطاه جواه والفه، وتاني يمين وشمال لحد ما اتاكد ان مفيش خالص هوا، فراغات هوا ولا اي حاجه خالص اهو. بقطق حاجه ممكنه اهو، ونقوم منزلين في ميه السلق. في اخر الحلقه هعيد لكم تاني احنا عملنا ايه، وهعيد لكم تاني